سان تيتيان الدوري الفرنسي الدرجه الاولى الجوله 19 وشنا كيفاش ساسبورغ اللي نقولوا باللي راه يضرب بقوه في المباريات الاخيره وشنا كيفاش خاصه وين رياض بودبوز وين سجل هدف عن طريق ضربه جزاء في الدقيقه 73 تقليص النتيجه شنا كيفاش اوزوارك من جانب ساسبورغ اللي سجل نتيجة اللي سجل الهدف الاول في الدقيقه 22 شنا هدف اول في الشوط الاول شنا هدفين في الشوط الثاني شنا كيفاش رياض بودبوز وين نقولوا باللي ادريان تومانسون الذي اضاف الهدف الثاني في الدقيقه 72 شنا رياض بودبوز وين عدل قلص النتيجه في الدقيقه 73 عن طريق ضربه جزاء شنا كيفاش كانت المباراه وين التشكيله تاع ستراسبورغ وين تيريوري من المدرب وين دخل بخطه 4-3-1-2 شنا كلود بويول المدرب تاع سان تيتيان وين دخل بخطه 4-3-3 يعني كانت المباراه وين شنا كيفاش رياض بودبوز مهدي كامارا شنا يان شنا كيفاش ريدوف يوسف شنا انور شنا نوردين شنا الويك شنا لوبارتو يعني التغييرات اللي دارهم المدرب تاع سان تيتيان ما كانتش في المستوى ماشي ما كانش في المستوى ما عطاش اضافه شنا كيفاش ادريان وين ضيع هدف في الدقيقه 61 شنا كيفاش نونو دي شنا كيفاش كانت كيفاش ضيع كذلك هدف ليون في الدقيقه 91 وين ضيع هدف شنا ميغيل كذلك وين ضيع من جانب سان تيتيان وين ضيع هدف في الدقيقه 82 ارنولدو اللي ضيع هدف في الدقيقه 67 هذه هي المباراه ساسبورغ هدفين سان تيتيان هدف واحد دور الفرنسي درجة الأولى الجولة 19 صحيح.